السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. نبات القرنينة لوسكوليم بالفرنسية، بالإسبانية تقرنينة، The Golden Thistle in English، السنارية باللغة العربية، لكن تسمى هكذا القرنينة، وهذا الاسم هو معروف في كل البلدان تسمى هكذا. هذه من فصيلة الخرشوف الأرض الشوكي، لكنها أقوى منه، وهي برية تنبت لوحدها ولا تزرع، إلى حد الآن لا زالت لا تزرع، وتوجد بكثرة في كل البلدان المغاربية وفي كل بلدان العالم، ذلك في إسبانيا، في إيطاليا، في حوض البحر الأبيض المتوسط. القرنينة تاغرنينا لوسكوليم ذا جولدن تيستل، تستهلك الأوراق بعدما تزال الشوك الأشواك وكذلك الجذور. الجذور كذلك تستهلك، والجذور أقوى من الأوراق. القرنينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.